أرجع لحضرتك دكتور عبد الله، حضرتك شرحت التأثير على العقل، فهل تصل المخدرات الرقمية إلى الإدمان؟ وهل نقدر أن نرى علامات تظهر على هذا الشخص الذي يستخدمها؟ نعم سيدتي، تصل إلى مرحلة الإدمان. الآن نحن في العالم العربي في إقليم شرق المتوسط وشمال إفريقيا نتكلم عن تعاطي، لكن لا يوجد دراسات فعلية حقيقية ترصد الأعداد التي حقيقة تستخدم هذه الملفات الصوتية. وطبعا بكل الأحوال نحن نتوقع أن هناك كم كبير، لكن لا يوجد دراسة الآن نوعا ما حقيقية تثبت هذا الموضوع. الآن كيف نعرف؟ يعني نحن نوجه رسالة دائما وأبدا إلى الأهالي. نعم. يكون مثلا الشاب أو المراهق منعزل، يكون الآن بغرفة مثلا خافتة الإضاءة، يكون الآن عادة ما يستخدم الآن غطاء للأعين حتى يستطيع أن يسترخي بهذه الموسيقى. في بعض الأوقات يغلق جميع الأجهزة الإلكترونية الموجودة في غرفته أو في منزله حتى لا تشوش الآن على هذه الملفات الصوتية. بكل الأحوال طبعا تبدأ عندنا علامات التعاطي الآن عن طريق الانعزال، الانطواء، عن طريق اضطراب النوم، اضطراب الطعام، تراجع في قدرته على أداء المهام المنوطة به أو الوظائف المنوطة به. بكل الأحوال للأسف هذه المخدرات يمكن أن تحدث حالات من التسمم، حالات الآن نوعا ما من النوبات الصرعية، يمكن أن تؤدي إلى وجود حالات من الذهان أو الانفصال عن الواقع أو ما يسمى الآن نوعا ما بالمظلة الذهانية مع يعني أشكالها المختلفة. ويمكن كذلك أن تؤدي، وهنا الخطورة العالية جدا، أن تؤدي إلى مزج المخدر الرقمي مع المخدر التقليدي. هذا المزج الآن للحصول على فائدة أكبر أو أعظم، وهكذا يروج لهؤلاء الأشخاص عبر المواقع الإلكترونية. وبالتالي الآن نحن نتكلم الآن عن مخدر رقمي ومخدر تقليدي. فبالتالي الآن نوعا ما هذه كلها العلامات والظواهر قد الآن نوعا ما حقيقة تثير الشكية في تعاطي الإبن لهذه المواد أو تعاطي المراهق لهذه المواد، بالإضافة إلى استهلاك المال بطريقة غير مشرعنة أو غير مبررة لشراء هذه الملفات. والذين يسوقون هذه الملفات يستخدمون سيكولوجية الجماهير بطريقة ممتازة، فيعطيك الملف الأول مجانا ثم يكون الملف الآخر بثمن زهيد، ثم الآن ترتفع الكلف حقيقة لأنه بعض الملفات الآن تحتاج عدة مراحل. بكل الأحوال فبالتالي في نهاية المطاف يبدو على هذا الإنسان المتعاطي علامات الآن تستوجب حقيقة استشارة الكادر الطبي النفسي المختص. بكل الأحوال سيدتي.